بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ليكيب. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله دينا نقضيو على درس سهل بزاف اللي هو الاحصاء بالنسبه للسنه الثالثه ثانوي شعبه سير اقتصاد. ان شاء الله يخلص تمرين الدار الفيديو تاع نهار اليوم تروح تحل مواضيع بكالوريا عادي بفيديو واحد فقط تحل جميع البكالوريا تاعكم ان شاء الله. ودعونا معكم بالخير. ولكن قبل من هذا الشيء ما تنساوش جماعه ابوني وفلاشان عندنا اكتيفي والجرس وديروا جيم وخلوا لنا كومونتير لمزيد من التشجيع. هكذا ليكيب نبداو على بركه الله. قالنا في التمرين تاعنا يمثل الجدول التالي تطور ميزانيه الاشهار بعشرات الالاف. من فضلك يا جماعه ما تنساوش هذه الوحده اللي راهو قالها لنا هنايا عشرات الالاف. إذن أنا كي نجي نشوف الميزانية هنا راهي مكتوبة 2 مكتوبة 2.3 2.5 هذو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 20,000 دينار اللي هي زوج ملايين. 2.3 23,000 دينار وشنو؟ قال لك مقدرة بعشرات الآلاف. ثم أنا كي نقول لك زوج دير في حسابك واحد هو 10,000 2 20,000 دينار تري بيان. حتى شحال كاين من سنة؟ كاين 8 سنوات من 1 إلى 8. الاكس اي تاعنا تمثل رتبه السنه ترتيب السنه والايغريك اي هي الميزانيه. السؤال الاول ماذا يقول؟ مثل سحابه النقاط. النقاط طريبيا سحابه النقاط يا جماعه تبع معايا نفهمك حاجه. تلاميذ دائما عندهم المشكل وين؟ في سلم الرسم. طريبيا انا نقدر نسهلها لك في حاجه. سلم الرسم ماشي كيما تاع الهندسه اللي قريناها في السيام ولا في الليسي ولا ماشي كيف كيف. باسكو على تما كيكون عندك معلم متعامد ومتجانس كاع على بالنا بلي صفر صفر مبدا احداثيه تاعو. ولكن في سحابه النقاط ليس بالضروره. ممكن في محور الفواصل تبدا بالصفر ولكن في محور التراتيب تبدا ب 30 تبدا بال 50 تبدا بال 100 على حسب انت واش عندك المعطيات تاعك في الايكغريك. من داك هما يعاونوكم يا جماعه يعطوكم المبدا. تلقى من داك يكتب لكم او مبدا المعلم او تلقاوها 0 30 ما تخلع ما والو. تسمى في نحو الفواصل ابدا بالصفر وشنو بالتراتيب ابدا بال 30 تري بيان. حنايا نخزرو هنا هو عطانا على كل حال معلم في التمرين عطانا السلم الرسم 1 2 3 4 دائما هتلقاو ترتيب السنوات كل واحد سنتيمتر يمثل واحد سنه. كل واحد سنتيمتر يمثل رتبة واحد سنة على محور الفواصل أكيد. وواحد سنتيمتر هنشوفوا زوج زوج فاصل ثلاثة زوج فاصل خمسة حتى الربعة فاصل اثنين. وش من سلم ندو جماعة؟ ندو كل زوج سنتيمتر تقابلها واحد ولا واحد سنتيمتر تقابلها 0.5. علاش نمشي بالواحد سنتيمتر ومن بعد زوج ثلاثة أربعة من بعد شغل يجيني غير صغير؟ نخدمو بالزوج سنتيمتر خير جماعة. كل زوج سنتيمتر كيما نحبوها يعطينا شحال نقولو حنايا 10,000 دينار. 10,000 ألاف دينار طري بيان. باسكو قلنا باللي الزوج تمثل سيفا ميل الاخرى طري بيان. 10,000 دينار على محور التراتيب طري بيان. هايا نرسمو معلم تاعنا هاوليك المعلم. شحال عندنا هنايا من رتبة تاع سنة؟ كاينين 8 1 2 3 اي نقسموها جماعة 1 زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية. هذا على محور الفواصل. محور التراتيب كل زوج سنتيمتر هي واحد. إذا هنايا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة مثلا طري بيان. نتايا يعطي لك ورقه ميليمتري تخدم لاباس تخدم سوا سوا. انا راني مباشره ابي بري الاخر مي معليش. هنا نبداو بالعقل. تبع معايا حباب حبه. على كل حال هذا تمثيل على بالي بلي حيكون بسيط جدا. باسكو على ليك النقطه واحد وش يجي معاها؟ يجي معاها اثنين. ها الواحد مع اثنين تعطينا نقطه. اثنين مع من؟ مع 2.3. مين الافضل؟ الله يرضى عليك ليكيب اكتبوهم لهم النقاط ياك ماشي ا بيبر. اكتبوا له اسم 2.3 هادو لي سيكوندا لي بوان سيكوندا دو اكتبوهم. 2.3 3 مع 2.5 هاي لك 2.5 مع 3 تري بيان. الربعه مع 3 ومن بعد فاصلهم هادو النقاط المتقطعه ما تخلوهمش. 5 مع 3.2
وبهذه الطريقة حتى نكمل جميع النقاط: الواحد مع الزوج، الزوج مع زوج فاصلة ثلاثة، الثلاثة مع الربعة مع ثلاثة، ويا رايحة جماعة حتى نكملوهم كامل، الستة مع ثلاثة فاصل خمسة مع الستة، خلاص نكملو أبي بري برك، ثلاثة فاصل سبعة مع السبعة، الثمانية مع ربعة فاصل زوج. طيب يا هانا كملنا السحابة. النقط من اسمها شو السحابة؟ ما تلصقش بيناتهم، يجون بعض هذين، ولكن الحاجة اللي باش نعرفوها اللي هي مستقيم الانحدار بالمربع الدنيا يمر على معظم النقاط، ماشي لازم يجوا كاع يمر عليهم مستقيم، ولكن يمر بمعظم النقاط براس كامل. هكذا اللي كيف؟ هذا بالنسبة إلى سحابة النقاط، حاجة سهلة ما كان والو. هذا يا نحوه ما تخليوهاش، هذا يا النقاط المتقطعة هذه حبوا نحيوها. هكذا جماعة طريبيا. الآن واش نروحو نشوفو؟ السؤال هو سيبو فهمناه النقطة تاعو طريبيا. الآن نروحو نشوفو النقطة المتوسطة. سؤال: احسب النقطة المتوسطة. تقول لي تا يا أستاذ ما درتناش ملخص وراك تحل، باسكو على الإحصاء ما فيهش فيه النقطة المتوسطة وكيفية حساب أ. هذا ما كان كامل التمارين تقدر تحلهم بحصة واحدة فقط. شوف معايا، ها عندك هنا النقطة المتوسطة، النقطة المتوسطة اللي هي نعيطو لها الجي. الجي ماذا تمثل؟ الجي تمثل إكس بار و إيكغيك بار. طري بيان، تقول لي يا أستاذ ماذا تمثل إكس بار وماذا تمثل إيكغيك بار؟ الإكس بار هي المجموع من إي يساوي الواحد حتى شحال كاين من سنة؟ واحد زوج ثلاثة ثمانية سنوات. الإكس إي على أن كبيرة، أن كبيرة هذا وشنوه؟ هو شحال كاين من رتبة سنة في الدرم في 80 هدايا درنا لافر. علاش درنا لافر في ميزك نتايا؟ باسكو السنوات كاينين 8 و8 الكل يعلم انها 2 اس 3. نرجعكم شويه سنه اولى، كنقسموا على 2 اس ان، اذا العدد حيكون 20. واش حاب يقول 20؟ فاصله منتهيه. بما انه فاصله منتهيه انت كنا حوالي زعما شغل تاع تدوير الى الوحده ولا تدوير الى 10 قوى ناقص 2، تما صافا جميع النتائج ستكون عباره عن نهايه فاصله منتهيه. بصح لو كانت 7، لو كانت 6، لو كانت 3 9، هادو اللي تخرج لنا بالفاصله. في الحاله هذه واش يقول لك؟ تدور النتائج الى 10 قوى ناقص 2. هنا واش حاب يقول جماعة؟ هذه المجموع سهلة بزاف، تجمع الإكس هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا. طريبيا نجمعوا لي زيكس، واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة زائد خمسة زائد ستة زائد سبعة وزائد ثمانية، ونقسموها على شحال كاين؟ كلش كاين ثمانية. طريبيا هنا مباشرة هيكون عدد زوجي، اجمع زوج الوسطانيين ربعة وخمسة تسعة على زوج ربعة فاصلة خمسة. طريبيا ها نحسبنا الاكس بار، هاي نعاودو ليكيب الاكس بار فين نحسبوها؟ نجمعو القيم تاع اكس كامل ونقسموهم على شحال كاين من سنة. طريبيا يعني 8. الايكغيك بار كيف كيف، اجمع الايكغيك هذا ما كان. ايكغيك بار المجموع من اي يساوي 1 ل 8 ايكغيك اي على ان. شحال القيم تاع ايكغيك؟ زوج زائد زوج فاصل 3 زائد زوج فاصل خمسة زائد ثلاثة زائد ثلاثة فاصل اثنين زائد ثلاثة فاصل خمسة زائد وش كاين تاني؟ كاين ثلاثة فاصل سبعة وكاين ربعة فاصل زوج. شحال كاين كومبلي؟ شحال من سنة؟ كاين ثمانية. طريبيا كومبلي كاين ثمانية. على حسيبة ما نطيحش عليك يا جماعة، نحسبها بالكالكيلاتر تعطينا هنايا ثلاثة فاصل اصبرتو 2 زائد 2.3 زائد زوج فاصل 5 زائد 3 زائد 3.2 زائد 3.5 زائد 3.7 زائد 4.2. اجمعوهم الليكيب بالكالكيلاتر جاتني 24.4 24.4 قسمة 8. 24.4 قسمة 8 وتساوي 3.05. طري بيان. دونك هنا جماعة عندنا جي هي 3 فاصل عفوا اكس بار شحال؟ 4.5 مع 3.05. طري بيان، اسكو مفهوم جماعة كيفاش حسبنا جي؟ من فضلك باش نحسبو جي هي اكس بار ايكغيك بار،
نقوم بنجمع القيم تاع اكس نقسمه على 8 ونجمع القيم تاع واي ونقسمه على 8 وهكذا نكونوا تهنينا من حساب النقطه المتوسطه. هذا القانون الاول اللي لازم عليه تكون تعرفوا كيفاش نحسبوا الاكس بار واي بار. دوكا من داك بعض الاسئله يقول لك ثم مثلها، احسبها ثم مثلها. باش تمثلها عادي جدا، 4.5 هاي لك 4.5 هاي لك في النص و 3.05 شويه فوق 3 هاي اللي تجي هنا. شنو كاينه حاجه بتفرحك باللي راك صحيح النقطه الجي تكون بين النقاط ماشي تجيك الفوق ولا واسمها نقطه متوسطه. شغل حسبنا المتوسط، جمعنا لي زيكس قسمنا على النمبر توتال وجمعنا الاكراك وقسمنا على العدد الكلي. اذا في الحاله هذه الجي لازم تكون بين النقاط اكيد تريبيا يعني كون تجيك الفوق ولا بين بلي راك غلط. دوكا واش راح نشوفوا جماعه؟ دوكا الصح كاين السؤال اللي نقدر نقول لك فيه كامل باكالوريا تاعنا الجزائريه عطانا السؤال هذا اللي هو اكتب مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا. عين تبع تشوف معايا يا جماعه انفاصي وهذه ما نسحقوهاش. هنا دوكا جماعه المستقيم ولا نقولوا مستقيم الانحدار بالمربع ياك على بالنا جماعة حاجة، على بالنا بلي كل مستقيم مكتوب من الشكل AX زائد B، إكراك يساوي AX زائد B، طري بيان. دوك أنت هنايا باش تحسب بالأ، عندك قانون، وشنو؟ القانون هذا عنده عدة كتابات، كل أستاذ كيفاش يخدم. أنايا عرفت الكتابات ولكن نعطيكم طريقة اللي نخدم بها دائما وأبدا، واللي تبان لي سهلة وتلاميذ بزاف لقاو عليها، اللي هي A يساوي 1 على ان. شوف مليح معايا، اي يساوي الواحد لثمانية اكس اي ايكراك اي. جماعة لا صوم مجموع تاع اكس اي ايكراك اي. واش حاب يقول الرمز هذا تاع المجموع سيجما؟ وشنو هو المجموع؟ تسمى شغل اضرب ولا تبالي، اضربوا جماعة. ها نضربوا الاكس في الايكراك، هذا في هذا صوم زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا. طري بيان فهمتوا كيفاش؟ شغل الحاجه الاولى نضربوا فقط ونجمعوا، كي تكملهم كاينين 8 كي تكملهم واش دير؟ ناقص اكس بار ايكراك بار. نقصوا لها اكس بار حسبناها والايكراك بار حسبناها، عندنا كلش. طري بيان اعلى 1 على ان مجموع اكس اي ناقص اكس بار مربع. ها ملك اكس اي وهاي لك الاكس بار، نحكموا الاكس اي نقصوا لها الاكس بار ونربعوها بالاله حاسبه. تبع معايا كلش سهل باش تجيكم كتيبه منظمه وكذا، قادر ندير لكم كلش في سطر كيما يخدموا بعض التلاميذ، ولكن باش تكون خدمه اورغانيزي نروحوا نديروا طابلو صغير فقط. شحال كاين من حاجه فيها لاصوم؟ وحده زوج. خلاص روح دير تشوف جدول فيه هاوليك زوج، نقسموا عليه من شحال كاين من خانه؟ كاين 8 هذه الاولى ما نحسبوش. ايا حنا نديروا 9، نقول لك علاش 9؟ 9 نديروا فيها المجموع، وحده زوج 3 4 5 6 7 8 وهنايا نكتبوا المجموع. طري بيان تقول لي واش من المجموع؟ واش من المجموع؟ مجموع تاع لاصوم سيغما المجموع. المجموع طري بيان هنا وسمع هذه اكس اي ايكراك اي، حطها تشوفها هنا اكس اي ايكراك اي. طريقه هايله وسهله بزاف يا جماعه، اكس اي ناقص اكس بار مربع. نعاودوا بالعقل، مستقيم الانحدار تحسب بالا وتحسب بالبي. دوك نقصروا على البي، الا هاوليك القانون تاع الا، 1 على ان، الان شحال قلنا؟ 8 8 اكس بار عندنا ايكراك بار عندنا، قعدت لنا اكس اي في ايكراك اي. انت كي تشوفها اكس في ايكراك، ثم نضربوا الاكس في الايكراك، واحد في زوج اثنين زيد زوج في زوج فاصل ثلاثة شحال؟ 4.6 طري بيان. ثلاثة في زوج فاصل خمسة 7.5، 4 في ثلاثة 12، 5 في 3.2 15، 16 طري بيان. ستة في 3.5 18 21، 7 في 3.7 21، والربعة 25.9 صح جسبر بكاني صحيح. 8 في 4 32 و 33.6
تريب يا ليكيب احسب بالآلة حاسبة عندك اضرب هذا في هذا وحطه هنا اكس في ايغريك اكس في ايغريك مفهوم تريب يا المجموع ما نطيح لكش نحسبها بالآلة حاسبة زوج زائد 4.6 زائد 7.5 زائد 12 اللي رامي سقسوا التليفون تاعي ردمي زوج 21 زائد 25.9 زائد 33.6 تعطيني 122.6 122.6 122.6 اسكو مفهوم ليك 122.6 الان اكس اي ناقص اكس بار اكس اي ناقص اكس بار شوف معايا بالعقل اكس اي الاولى شحال هادوما لي اكس اي واحد والاكس بار شحال 4.5 واحد نقصوا له 4.5 ونربعوها 1 ناقص 4.5 تعطينا 3.5 كي نربعوها 12.25 صح نشوفوا ولا ناقص 3.5 في 3.5 طري بيان 12.25 الاولى 12.25 زوج دوك الاكس اي دوزيام شحال زوج ناقص اكس بار شحال 4.5 تعطينا ناقص 2.5 نربعوها 6.25 3 ناقص 4.5 تعطي لك ناقص 1.5 كي تربعها 2.25 4 ناقص 4.5 شحال يا جماعة ناقص 0.5 كي نربعوها تعطينا 0.25 اوب دوكا هادو كانوا بالسالب اكتب دوكا عاود قلب باسكو علاه لي ميم باسكو انت عاد سالب كي تربع دوك تا كي تقول لي ناقص 0.5 مربع ولا 0.5 مربع كيف كيف تري بيان 2.25 6.25 و 12.25 نحسبوها بالآلة حاسبة شحال تخرج احسبها عوض وراك كملت 12.25 نزيدو لها 6.25 2.25 0.25 نضربوها في زوج تعطينا 42 تقول لي استاذ علاش ضربت في زوج لا شغل هنا حبست بلا ما نجمع ضربت في زوج ياك هذا كيما هذا شحال قلنا 42 طريبيا اسكو مفهوم معايا واش درت جماعه ضربنا هذا ما كان حطينا الان واش نروحو نديرو نعوضو كل حاجه في بلاصتها ا تساوي 1 على ان كاينين 8 في اكس اي ايغريك اي هاي اللي حسبناها المجموع تاعها 122.6 حط فقط ناقص اكس بار ايغريك بار هام لك في زوج 4.5 في 3.05 قسمة 1 على 8 اكس ناقص اكس بار مربع 42 ونروح ونحسبوها بالآلة حاسبة ونحطو النتيجة هذا ما كان ليكب 1.8 في 122.6 ناقص 4.5 راح كلش 122.6 في 1 على 8 ناقص نحطو نتيجة ناقص 4.5 في 3.05 أعطتني 1.6 الفوق 1.6 قسمة 42 في 1 على 8 5.25 طريب يا نحسبوها بالآلة حاسبة تاعنا تعطينا 1.6 قسمة 5.25 وتعطيني 0.30 موراها 47 تريبيا 0.30 موراها 47 هو أكيد قال لك تدور النتائج إلى 10 قوى ناقص 2 وش حب يقول 10 قوى ناقص 2 نشوفوا رقمين بعد الفاصلة 0 وش يجي موراها 4 4 صغيرة على 5 إذن نحو هذا العدد والقطعنا يساوي 0.30 تريبيا هذا مكان يا جماعة تفوت صيب بالآ خلاص تمرين تاع إحصاء تمرين تاع الإحصاء كما يقولون متمحور حول إيجاد قيمة الآ الآن بعد إيجاد قيمة آ نقوم بالبحث عن قيمة بي البي وش تساوي يا جماعة البي هي إيغريك بار الإيغريك بار البي ماذا تساوي البي سهلة بزاف يا جماعة إيغريك بار ناقص آ إكس بار تري بيان عندنا كلش
البي هي إيكغيك بار ناقص أ إكس بار. عندنا الإيكغيك بار، عندنا الإكس بار، عندنا الأ، نعوضوا فقط. البي هي إيكغيك بار 3.05 ناقص الأ شحال 0.30 في إكس بار 4.5 وتساوي. نقوم بحساب البي شحال تساوي، تعطينا 3.05 شكرا ناقص 0.30 في 4.5 أعطتني 1.7. طريبيا الآن بعد إيجاد قيمة كل من أ و بي واش راح تدير؟ راح لمهم. إذن المستقيم تاعنا هو 0.3 إكس زائد 1.7، وهذا هو التعديل الخطي في التمرين تاعنا يا جماعة. طريبيا ذلك رانا صبنا معادلة انحي ضرب المربعات الدنيا، رانا لقينا التعديل الخطي تاعنا 0.3 إكس زائد 1.7. هاوليك الأ يا جماعة، اللي ما فهمش بالعقل يحبس الفيديو ويروح غير بالعقل. هذا كيفاش تحسب بالأ، وكامل تمارين من هذا الشكل يا جماعة قاعد تحسبوا الأ بنفس طريقة، البي بنفس طريقة، وعندك الجي النقطة المتوسطة. هذا واش فيه الإحصاء وشنو دوكا يدخلوا زوج أسئلة، خطرة باينة نعوضوا بالإكس خطرة بالإكراك. طريب بيان تقول هذا واش حاب يسقسي الآن يا جماعة. زوج أسئلة هادو الآخرين كاين بزاف يطيحوا في الإشكال هذا، ولكن صدقني غير حاجة سهلة. وشنو تبع معايا مليح، لازم تعرف تقرا الجدول تاعك. الاكس ماذا تمثل؟ تمثل ترتيب السنه، اي لها علاقه بالسنه. طريبيا والايغريك وشنوها؟ هي الميزانيه. تسمى الاكس هي عندها علاقه بالسنه، والايغريك بالدراهم الميزانيه. طريبيا واش قال لك هو في السؤال؟ باستعمال التعديل الخطي السابق، تسمى هذاك اللي لقيناه 0.3 اكس زائد 1.7، قدر الميزانية المتوقعة سنة 2019. طريب انت هنا يا راك حابس في 2010، الميزانية كانت 4.2 اي 42 الف دينار. قال لك اعطيني بهذا يا اسم بلوطو هذا اللي رام طالعين به شحال حتكون في 2019. انت عبك فاش تضرب مع روحك جماعة، انت قول باللي الاستاذ ولا اللي اعطانا التمرين راهو قالنا اعطانا السنة 2019. تبع معايا سنة 2019، اذا وعلي من راه يبحث قدر الميزانية. قال لي قدر الميزانية أي بين قوسين أعطيني شحال الدراهم، أعطيني شكون هم دراهم الإكراك. تسمى واش حاب يقول؟ يا تلميذ أنا أعطيتك الإكس وقلت لك أعطيني الإكراك، علي ماك تبحث عن إكراك. شكرا. تسمى أنت واش دير؟ تقوم بتعويض قيمة إكس، بصح إكس ما تعوضهاش ب 2019. علاش؟ 2019 هي السنة، ولكن الإكس ما هي؟ هي ترتيب السنة. إذا لازم تحسب ترتيب تاع سنة 2019. كاين زوج طرق. الطريقة الأولى 2010 هي 8، يديك تحسب يديك 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19، كاينة 9 ورانا حابسين في 8. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. فهمتني كيفاش؟ بدا تزيد. شغل 2010 هي 8، إذا 2011 هي 9، 2012 هي 10. تحسب طريبيا طريقة ستوندار عادي تسلك هذه تاني. ولكن طريقة الدوزيام اللي هي رتبة السنة الإكس إي ماذا تساوي؟ تساوي العام اللي عطاه لك هذاك 2019 ناقص العام الأول اللي راح في الجدول دائما 2003 زائد واحد. الآلة حاسبة 2019 نقصوا لها 2003 تعطينا 16، نزيدوا واحد 17، وكما كنت نهضر كي حسبت بيدي تاني خرج لي 17. هنا واش لقيت؟ لقيت رتبة سنة 2019. مي هو واش قال لك؟ قدر الميزانية، تسمى أعطيني الإكراك. واش ندير؟ نقوم بتعويض الإكس هنا نلقاو الإكراك. إذن إكراك ماذا تساوي؟ 0.3 الإكس شحال؟ هاوليك 17 زائد 1.7. نحسبوها بالآلة حاسبة 0.3 في 17، 1.7 أخرجت 6.8. ومن بعد واش يخليها التلميذ؟ بزاف اللي يحلوها خلاص إكراك تساوي 6.8. بالله عليك وشنو هذه 6.8 يا جماعة؟ وشنو هذه 6.8؟ تقول له الميزانية هي الميزانية المتوقعة سنة
2019 هي 6.8. وشنو دينار 6؟ حذاري يقولنا كيف بدأ التمرين المقدرة بالعشرات الآلاف، أي 6.8 ماذا تمثل يا جماعة؟ 68,000 دينار، 68,000 دينار جزائري ولا بمن راهي مقدرة بالعش من الدنانير دينار وخلاص. طريبيان 6,800,000 هكذا ليكيب صحة. طريبيان حذاري تخلوها 6.8 أكيد بالك تخليها 6.8. السؤال الأخر، ابتداء من أي سنة؟ تسمى هو راه يبحث عن سنة صح، تتجاوز الميزانية 120,000 دينار. تسمى واش عطانا هنا؟ عطانا الميزانية، قال لك تتجاوز، تسمى بين قوسين جماعة هو عطانا الإكراك، قال لك 120,000 دينار، عطانا الإكراك ويقوم بالبحث عن ماذا؟ نقدر نقولوا عن إكس، ثم إجت سنة. طريبيان أعطانا الميزانية اللي هي إجراك، أعطانا إجراك تتجاوزوا، إذن أكبر المشكلة تاع التلاميذ وش هو؟ يروح يدير لك تتجاوز على باله باللي أكبر الميزانية 120,000 دينار، يروح يدير إجراك أكبر من 120,000 دينار. بالله عليك يا جماعة الرتبة هي عشرات الآلاف، عشرات الآلاف، 120,000 شحال فيها من 10,000؟ فيها 12 شكرا، الإجراك 12 فقط يا جماعة، حذاري الرتبة هي عشرات الآلاف، إذن إجراك أكبر من 12 ولهذا ما خرج لكمش النتائج. الإجراك نعوضوها، وشنو الإجراك؟ هي 0.3 إكس زائد 1.7 أكبر من 12، المجاهيل في جهة والمعالم في جهة، 12 ناقص 1.7 نحسبها بالآلة حاسبة ونقسمها على 0.3 شحال تعطينا؟ 12 ناقص 1.7 10.3، 0.3 إكس أكبر من 10.3 نقسموها، هي بين الجيف لي زونفيرون تاع تفوت 2019 كانت 68,000، هذه راهي 120,000 تهرب بالك في 2030 ولا عفسه، 1.10.3 قسمت 0.3 نقسمها على عدد موجب ما تبدلش، 34 اكس اكبر من كبيره 34.33. ما هو العدد الطبيعي الأكبر من 34.33؟ هي جماعة علشان هي نورمو أكبر، جميع القيم التي أكبر من 34.33 علاش حندي اللي يجي موراها مباشرة؟ قالك ابتداء من أي سنة؟ تسمى ما هي السنة الأولى التي من أجلها تفوق الميزانية 120,000 دينار؟ شكون العدد اللي يجي طبيعي اللي بعد 34.33؟ هو 35. إذن هنا وش لقينا؟ هنا صبنا إكس إي، ما لقيت ليش انا السنة، رانا صبنا الاكس اي، وش روح نديرو؟ هاني علمتك كيفاش، هاوليك تحط هنا يا 35 تساوي السنة اللي راك تحوس عليها لاني ناقص العام الاول اللي راهو في الجدول زائد 1، ايا ادي كلش لله، 35 زائد 2003 ناقص 1، وتقدر ما مسيت تبقى تحسب يدك شنو شغل بزاف 35 صح؟ هنا كي نبداو نحسبوا جماعه، 35 والدوبل 3 شحال تعطينا؟ 35 و2003 نقصوا لها 1 تما 34 37 2037، اذا انطلاقا من سنه 2037 تتجاوز الميزانيه 2000 شحال قلنا 10000 12000 120000 تتجاوز الميزانية 120,000 دينار. طريبيان هكذا ليكيب 120,000 دينار تجاوزناها أبارتير من هذاك الشيء. طريبيان دونك في نهاية الفيديو هذا ليكيب إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو اللي درناه تاع الإحصاء، ما كان والو عودوه بالعقل، دائما يكون نقطة المتوسطة الآي فاش نحسبوه نكتبوه عبارة تاع المستقيم الانحدار، ثم خطأ نعوضوه بالإكس نلقاو الإكراك في الأسئلة، وخطأ نعوضوه بالإكراك ونلقاو الإكس. ليسونسيال ليكيب ما تنساوش الله يرضى عليك أبوني ليكيب، أبوني وبارطاجي مع أصحابك، بارطاجي دعمونا لي كومونتير، ديرونا جيم في الفيديو. مع السلام عليكم.